نروح للمسا قبل لقاء الغد مع بتروجيت الخطيب في تدريبات الأهلي لتحفيز اللاعبين، وأنا في الحقيقة عايز أعلق على الجزئية دي. كابتن محمود الخطيب ما كانش بعادته إن هو يحضر يعني عدد من التدريبات بشكل كبير، لكن الراجل عشان عارف أهمية المرحلة، أهمية التواصل مع اللاعبين، أهمية التركيز وتحفيزهم اللي هم أصلا متحفزين كده كده، لكن تواجد قيمة وقامة كبيرة زي الكابتن محمود الخطيب سواء كأنه أو سواء بما أنه رئيس نادي أو سواء كان لاعب كبير جدا في الكرة المصرية ولاعب أسطوري طبعا في الحقيقة يعني، فتواجده في حد ذاته ده بيعكس مدى أهمية المرحلة بالنسبة للاعبين، وشيء إيجابي جدا جدا لما يحضر الكابتن محمود الخطيب التدريبات علشان يتابع الفريق ويشد من أزرهم خلال المرحلة الهامة المقبلة. وزي ما قلت لكم في بداية الحلقة إن المرحلة دي مهمة جدا علشان الفريق هيحسم من خلالها بعض الملفات المهمة سواء الدوري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا، فبالتالي تواجد الكابتن محمود الخطيب شيء جيد جدا.